السلام عليكم، كي داير الاخوه؟ لاباس عليكم؟ هانيين، كل شيء بخير. مرحبا بكم في هذا الفلوق، هذا فلوق خاص بالشطر 6، ومرحبا بصحاب الشطر 6. وما انا فاش جايبيت فاش درت مع الروم بغيت ندير لكم هذا الفلوق هذا، ويتبان لي واحد القضيه وانا نقول الله تنشير ليها، هي المشكل ديال الاحتلال الملك العام. انتم غادي تشوفوا، ندوز لكم درو، انتم غادي تشوفوا. راه الصراحه هاد الناس هادو والله ما تيمرقوا. انتم شوفوا شحال ديال لي سباس تياخذوا، بزاف هادشي على قدام الدار. دابا المشكل هو انهم غادي يخرجوا على راسهم. انسان واخد 3 هكتار قدامه راه ما كاينه معنى. دابا المشكل هو انه ولا دخلتي لتما ولا دخلتي واحد دخلتي دري صغير غادي يعتبرك بانك دخلتي ليه راك هاجم عليه ولا شي حاجه بحال هكا. وانا تيبان لي اخواتي كثر الانسان ما خصوش ما بقاش احتلال الملك العام. هذا راه وليتي ولا الانسان هو ولا الدار ديالك هي اللي شي شويه اللي قدام داكشي اللي واخد انت في الملك العام. ما عرفش والله ما نعرف واش الناس واش يفكروا واش ما تيفكروش. كان دابا بحال في مراكش ياخذوا 2 متر 2.50، هادو ولا تياخذ ما تيمركش تياخذ 7. دابا هو الى عنده 30 متر ولا 40 متر قدامه ياخذها، ما عندوش المشكل ما شاء الله وصافي. غادي غير يخرجوا على راسهم بهاد القضيه وصافي، لان واحد النهار راه السلطات غادي تبالي بهذا الشيء، غادي تنوض لهم وغادي تقيس لهم الارض. المهم ما علينا، نبقاو في هذه القضيه هذه في شطر 6. مرحبا بكم، تشكروا كاع الناس اللي طلبوا من هذا الفلوق هذا، حتى نقول لهم بان راه ما نسيناكمش، وراه فاش جاتو البيتا ديال الشطر 6 راه درناها. المهم بالنسبه للشطر 6 راه شطر كبير، انتوما راه دابا نرمي لكم البلان ديالو وهداك الشيء. انتوما فيه وكالات عقاريه زوينه ونقيه، فيه مدارس، فيه طرقات واسعين، يعني كاين ما يتشاف كاين ما يتشاف. واللي عجبني الصراحه في الشطر 6 هو انه فيه سيسان كبار. والله الا عجبني لانه بانوا لي السيسان كبار موجودين كثار بزاف، يعني الا قارناهم بالباقي الاشطر، يعني دوك السيسان اللي صغار اللي الطوبيسات دوك اللي ما تيحملهم حتى واحد، هذوك اللي بانوا لي بالنسبه للشطر 6 قلال، لاني كاين وتا الحيط الصناعي كبير تبارك الله. المهم هاد الشطر راه كبير كينافس الشطر 1، وكاين اللي تيقول بان الشطر 6 راه هي الامتداد، هي المركز ديال التمصور. الا اعتبرنا مثلا الامتداد، كاين اللي تيقول لك راه غادي يكون فيها كاع سميتو داك التراموي، كاين يعني لو بغا يكون فيها مازا الله اعلم. التراموي ما كاين حتى في مراكش، و تيقول بغا يكون في تمنصور. حنا ماكر هنا لا كان لا بغا يديرو، راه داكشي هو الامنيه ديالنا هذيك. راه حنا ماكر هنا غير يكون انسان تيشوف اشياء اللي هي كتشرف المدينه ديالو. وقالوا لي بان راه الامتداد راه تباع، راه يعني تباع في السير بابي في الوراق. واحد القضيه اللي بنقول، علاش هاد طمنصور تقسموها الاشطر؟ علاش سماوها زعما شطر 1 شطر 2 شطر 3؟ علاش ما سماوهاش بحال مراكش؟ يعني حيل ازدهار، حيل المسيره، حيل التقدم، حيل الفردوس، حيل التشارك. علاش ما يديروش هاد السميه حتى هما بحال سميتو؟ ولا المدن الجداد كاع تقريبا تيديروا لهم هاد القضيه هادي. انتم شفتوا السيسان تجاريا زوينين والله الا زوينين. صراحه انا عجبتني هاد الشطر 6 والله الا عجبتني، درت فيها وشفت مشيت لها شحال مره، ولكن دابا بحال درت فيها مزيان والله الا، لان كيف كنقولوا بان انتم بدات تشوفوا والله الا سيسان. كاين سيسان تجاري تقريبا ديال البلاصه الوحيده اللي فيها سيسان تجاريين كبار. انتم شوفوا تبارك الله اللهم بارك. واحد السيد كان قال لي في واحد التعليق، قال لك اودي هذا المنصور انا راه كنجي كي كنجي لعيب الليل كنعس فيها وصافي. قلت له هي نسميوها تمن عست، وغادي تلاحظوا بان انتم واحد السيد كان دار واحد فلوق ودار على الشطر 6 بان راه
قليله فيها الاناره بزاف في الليل. انا ندوز لكم دروب. ما كيف كتشوف هذا راه شاطر 6 بالليل الدخله ديال شاطر 6 اللي بانت لي شي حاجه يقولها لنا. شوفوا كي دايره مع السيده هو تيهضر يا ما عرفتش شكون اللي الكلاب كاين لهي ايوا سير جيب انت الكومير بالليل ماشي كيشعل خرج جيب واحد سترة الحليب الا خصك ولا هي بريكه كل واش كنحس البالي الشاطر 7 ليه نص فيه هذه صراحه قاصحه شويه الماطر دايزين ما كيبان لك شكون داير شكون ما كاينش لا لا قاصحه وكيف قلت هذاك الاخ هي تمنصور تنسميوه حنا تا من عست منين تجي هاد الناس فيها ها ولي لا لا ايوا هاد القضيه اللي ما كان صراحه كان عليهم يديروها هي انهم يشدوا الشطر الشطر مثلا هي شطر واحد يخليوه تاع عمر عادي يدوزوا الشطر جوج يخليوه تاع عمر عادي يبقاو غاديين 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 باش يبقاو غاديين بالمدينه دقه دقه اما لا داروا لها بحال هكا شتتوها ولات مشتته دابا ولا حتى الطوبيس خصو يجيب ظرف بلا بزاف ديال البلايص خاويين وما دابا كان غادي يكون مساله مقدوره الا مثلا كون كان هي الشطر واحد وجوج اللي عامرين وهذوك الناس اللي في الشطر 6 تعطاتهم الفرصه وشراو في الشطر جوج مثلا عاد زادوا الشطر 3 عاد زادوا تي عمر تي عمر باش حتى الطوبيسات والترونسبور يكونوا قادرين دابا مشتته حتى من صور الطوبيس تيجيب ظرف في العالم عاد تيوصل البلاصه اللي الناس اللي عجبهم الشطر 6 يديروا جيم ولا عنده شي تعليق على هاد المساله. واحد السيد هو كان قال لي ودي علاش تهضر على الرئيس زعما بزاف ولا شي حاجه. قلت له ودي راه الرئيس راه تيمثل السكينه وراه شخصيه عامه راه كاع الناس يهضروا كاع على سميتو على العثماني وعلى بن كيران سموا كاع العثماني سموا البكماوي وسموا بن كيران سموا بن زيدان على زعما سيادة الرئيس زعما على منهم ولا كيفاش ما عرفش علاش ما بغانيش نهضر على ما عرفش شخصية عامة راه تيتسلط على الأضواء وضروري تهضر عليها إلا ما هضرتيش على الشخصية العامة على من راه هضرتي فاش يولي فاش ما يكونش في المركز اللي هو فيه راه ما كاينش غادي يهضر معاه راه عجوز الانسان السلام عليكم ديال الله اللي تيسالنا راه غادي نقول عليه وصافي. ما هو بالنسبه لا سميتو عليه هو فاش تهضر على اي شخصيه عامه خاصك تهضر عليها بالاحترام اللازم ماشي ما تقللش الاحترام لان كيبقى تيبقى انسان كيف ما كيف ما انتما الجريده هذه زوينه عجبتني صراحه جريده واعره راه حدا واحد المسجد من لهيه والله الا جريده ديال الانسان يخرج لوليدات يريحوا شويه كاين واحد الملعب تما ديال واش كره اليد ولا كره القدم غالبا تيلعبوا فيه الدراري تما صراحه خاصه شويه ديال الاصلاحات المباشره ولكن غادي كون كان دابا شي جمعيه تما اللي غادي تكلف بهذه المساله هذه جريده والله الا زوينه يعني بالنسبه للقائمين بالشان واحد المدربه قلت ليك القائمين على الشان زعما من بعد فاش تجي وقيتها غادي قادوها نتوما السيسان التجاريين والله لا عجبوني الشوارع كبار زوينين مبرعة شاطر 6 والله لا مبرع صراحة السيسان التجاريين مسائل وكاين لي سباس قدامهم هاد الوقيته راه كاع وليت تنقول حسن كاع من الشاطر واحد تتبان لي هاد الشاطر 6 هاد الزمعه محدا هاد هادي ما عرفتش شنو هي ربما قاعة الافراح ولا تنظن حمام ما بانش السمعه ماشي مسجد لا غير يبان ماشي مسجد لا لا زوينه زوينه غندوز لكم كاين شفت واحد الفيديو ديال واحد الاخ تا هو داير على شاطر 6 تيهضر على وليني من الزاويه من المنظور ديالو هو ديال انه وكيل عقاري هو هضر عليها من الجانب ديال العقار وبين المناطق انتما الطوبيس هادي راه الطريق الرئيسي تيجي من الطوبيس والله الا الطوبيس الا فك البشر والله الا فك الناس فك الناس بزاف
هذا هو سيدة، هذه السيدة ديال التقدم، ذات حي التقدم. هذا شطر 6 حي التقدم. انتما شفتوا البلايص؟ الله يلا زوينين، زاد الشوارع زوينين تبارك الله، اللهم بارك. واحد المسجد كبير تبارك الله تما تبنى راه قريب، صليو فيه ان شاء الله. هادو الملاعب ديال القرب، خاصه الناس يخليو بحال هاد الشيء. الناس دابا السلطه صراحه والمسؤولين حتى يخدموا بعض المشاريع، ولكن كاين بعض المخربين حتى حنا، ولكن واخا يكون المخربين خاص تكون مسائل جذريه اللي غادي تحبسهم عند حدهم، باش ما يبقاش ان الحاجه السايبه كتعلم السرقه، كتعلم التكرفيس، كتعلم شحال من حاجه. انتم الباق ديال المسجد فين معلقين؟ يمكن حين تي هاد المخبزه زوينه هنايا، ها زوينه هاد المخبزه هادي. فايت قديت منها واحد المره، كنا دايزين انا واحد الاخ غادي ندبينا نتغداو في الطريق ديال ما عرفاش سميتها ديك الطريق اللي غادي لجهه لوطوروت، تقدينا منها شي حوايج. واش هي ولا ديك الحده؟ والله ما عارف، كاين هما كاينين جوج، كاين واحده اخرى من الجهه الاخرى. عقاش هنا تقدينا من انتوما شفتو بلايص زعما كاين مي هذا لافاج. انتوما الامتداد، يا الله سيدي الامتداد، يا الله جبد عينيك سرح عينيك، مشيتي تلقيت بالله علي. هاد العمارات ما بغاوش يتفهموا ليا، والله ما بغيت، ما بغاوش يدخلوا ليا لراسي، ما فهمت فيهم والو. هاد عمارات لا كاينين اخرين، وهادو شو عدين يلا بداو فيهم وحبسوهم. واسيسان غير خاويين وما مبنيين، شو الديور غير خاويين وما تيبنيو، جاو حتى ما عرفوش زعما باش ينشطوا هاد القط ولا ماش. ان باقي دابا عمارات في وسط مراكش خاويين، ما فهمتش فيهم انا. هذا اللي بناه هنا ما عرفش علاش بناه. وكم نخليكم مع هاد المناظر. الشطر 6 اللي ما عمرو جا ليها هو دويره فيه اكبر تبارك الله، اللهم بارك كبير. اللي دزت من حدا دارو يدير جيم، غادي يكونوا الناس اللي دزت من حدا الدار عندهم. هاتوما الشوارع كبار تبارك الله، خاص غير واحد شويه ديال المباشره من بعد فاش يعمرو غادي يولي داكشي زوين ان شاء الله، غادي يولي زوين داكشي. هزو لي ما هم قلبه هنايا. هادي واحد الابتدائيه زوينه ديال التقدم، مدرسه الرياض التقدم. هادي تعاودوا عليها زوينه، فيها شي معلمين زوين، زعما كفيها النيفو طالع شويه. بالنسبه ل كان داروا فيها واحد الحفله ديال الدراري الصغار، كانوا شاركوا فيها الناس من جميع المدارس، كان ضمتها العمران مشكوره على هاد المساله هادي، كانوا فازوا فيها جميع التلاميذ من جميع المدارس. هو داك الطريق دابا خارجه لديك الجهه، ولكن حيت كاين الدوار حابسها كيتسناو حتى يشوفوا واش داروا معاهم. هذا هو الدوار ديال ايت علي، خص يديروا معاهم شي حل صراحه، يديروا معاهم شي حل ماشي ما يضيعوهمش باش يتزين القنتي يزين البلاصه، غير ما يضيعوش هذوك الناس وصافي. لان حتى الناس الله يكون في العوان. دابا يمكن ما بقاش تكفيهم هذيك القضيه ديال تعطيني ساس ولا شي حاجه بحال هكا، ما عرفش انا السيستيم اللي وصلوا معاهم. واني الله يكون في العوان، راه السكن بالنسبه للانسان راه شي حاجه كيف تنقولوا قبر الحياه. هادي هادي اللي من قهوة، تنظن قهوة هاد السيسان شبه تجاريين.
غير هو القضيه السماسريه والوكلاء العقاريين راه قدهم قد السكان، وكيل عقاري لكل مواطن. والسيد كيعاود ليا جا قال لك طمن صوت قال لك بغا يشري شي دار، تيقلب على شي دار بغا يشريها، مشى عند واحد السمسار هو يوريه شي 30 دار، هو يمشي عند واحد اخر ويوريه حتى هو شي 30 دار من غير هذيك 30 ديالو، هو يتخلع قال اش هو هذا الشيء، قال لك اذا راه طمن صوت ما فيها ما يتقمقم، بما ان الناس كلشي بيبيع، واش الناس بغات تبيع وانا بنشري، صافي ويهرب مشى للمحامي. راه تس مصريه ما كاينش تغيب واحد كيف تنقولوا لا فورماسيون، خصك تكون قاري على تس مصارت، وخصك تكون قاري على تكنيك دو فون، تقنيات البيع والشراء. واش انت بتوري لي 30 دار باينه بان راه كاع عباد الله بيبيعوا، واش هو انت بتوري 30 دار؟ هذه واحد المدرسه زوينه حتى هي كاينه هنا، هاد المره كنا لعبنا فيها واحد الماتش ديال الكره مع شي اساتذه فيها، شي اصدقاء منهم الشريف منهم المدير الله عمره دار صحراوي الله يجزيه بخير. دابا ندخلوا مع هاد الحي الصناعي ديال الشطر 6، الحي الصناعي وما ادراك ما الحي الصناعي، انتم دابا ندخلوا مع هاد الزناقي ديالو نشوفوا كيدير هادشي. انتم شفتوا، خليكم دائما مع الحي الصناعي. كاين الشجر، كاين سي سان كبار، المحلات التجاريه صناعيه زعما. حنا دابا في الحي الصناعي، تنظروا في وسط الحي الصناعي، هذا الترونسبور ديال الجماعة. هانتوما راه كنت درت واحد الفلوق تمن هنايا من الحي الصناعي، هانتوما كاينين شركات كبار، ولكن راه الحي الصناعي راه كبير، خاصو صراحة يتحرك، خاص هادشي برا قربنا نديرو نسدو الدورة. المهم درنا دورة خفيفة ظريفة باش نعرفو بهاد بهاد الشطر اللي شحال من واحد اللي طلبنا، شحال من واحد باش نديروه. الشطر 6، الشطر 6 والله الا كبير وزوين وعامر زعما صراحه، يعني كاين ما يتشاف فيه وعندو مستقبل، وحي الصناعي ديالو كبير، كاين تقريبا شي 3 ديال لي ترونش في الحي الصناعي، كاين ا و بي و سي. هانتوما كاين الناس اللي بناتو، ويني راه الا كان الى مثلا خاص جذب الاستثمار باش الناس يستقروا في هذا الحي الصناعي. هذه مدرسه ديال الرياض الزاهيه، هذه الثانويه ديال الرياض الزاهيه، موراها واحد الابتدائيه. في الاول الناس كانوا هاد الثانويه هذه كانوا الناس متخوفين منها، شحال واحد تيقول لك لا بعيده كذا كذا، ولكن الجوده ديال التعليم خلات الناس انهم ولو بالعكس. هذا الطوبيس، سي طوبيس، خصنا نقول ليه الطوبيس راه سي طوبيس، لانه ماشي فك الناس بزاف، والله الا قاضي الغرض بالله، قاضي الغرض من داكشي رفيع. كاين الناس بعدا هذه الاعداديه اللي كاينه من مورا عفوا الابتدائية، هادي ابتدائية زوينة، ابتدائية والسيارات لا زوينة. مدخل خاص بالاطر التربويه، داكشي زوين معشق. وبهذا حنا كملنا الدوره ديالنا،
كملنا جبنا دويرة تقريبا من هنا منين بدينا في الاول ومشينا. تشكركم ولكن بنوري لكم واحد بنسولكم واحد على واحد التساؤل غنوصلوا ليه ونسولكم. المهم دابا سالينا الفلوق ديالنا بنسولكم واحد ديال ما القهوة ديالنا القهوة زوينة هادي جات في الشوكة وما احتلاش الملك العام زوينة القهوة من داك الشي رفيع اللي عرف ديال من يقولها لينا في الكومنتير الله يرحم الوالدين. وتشكركم بزاف والسلام عليكم ورحمة الله.